هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم. معنا في حلقة اليوم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم. يا أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا شيخنا. أذكر بداية بأرقام هواتف البرنامج، هي كالتالي: 021-360-0101، 021-360-0102، 021-360-0103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر فايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكن أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في يوتيوب، ويمكن كذلك متابعة البرنامج على أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، كما يمكن متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 12.687 أفقي على نايلسات. أرحب بكم مرة أخرى شيخنا الكريم. ما زلنا في أحكام الوديعة شيخنا، وكنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على أركان الوديعة. الآن ربما نستعرض بعض المسائل من ضمنها دليل حكم الوديعة من القرآن والسنة، كذلك نتعرض إن شاء الله بمعيتكم إلى كيفية حفظ الأمانة، ومتى تكون الوديعة غير مضمونة ومتى يمكن أن تكون مضمونة. شيخنا الكريم، لنبدأ بدليل حكم الوديعة من القرآن والسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تكلمنا عن أركان الوديعة وقلنا الوديعة يعني الذي صاحب الشيء يسمى مودعا بكسر الدال، ومن وضع الشيء عنده يسمى المودع بفتح الدال، والشيء الذي وضع عند هذا الأمين عند المودع نعم هي الوديعة. والصيغة تكلمنا عنها وقلنا ليس عندها يعني لفظ مخصوص، أحيانا تكون بقضية وضع هذا الشيء عند شخص، وأحيانا يكون بالكلام معه إلى جانب هذا الوضع. نعم. وهذا بالنسبة للركن الرابع وهي الصيغة كما ذكرنا. وإذا ذكرها بصيغة توجب الأمانة فكذلك نعم يحصل الحكم كما ذكرنا. نعم. أما أدلتها، أدلة حفظها ووجوب المحافظة عليها ووجوب إرجاعها لأصحابها، لأن هي أمانة، الوديعة أمانة، ولذلك كثرت الآيات القرآنية التي تدل على ذلك، ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بإرجاع الأمانة إلى أصحابها. نعم، والوديعة أمانة كما ذكرنا. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه.
وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كذلك وردت أحاديث في السنة النبوية تحث على ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مع أن بعض العلماء كما ذكرنا سابقا ضعف هذا الحديث، إلا أن بعضهم قال له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا. لكن على كل حال الذي خرجنا من هذا المبحث بأن هذا الحديث صحيح. نعم. وقد صححه أكثر من واحد قديما وحديثا. نعم. هذا بالنسبة لمسألة الأدلة على حفظها. نعم. ويعني ائتمان الأخ لأخيه حتى يرجع إليه أمانته. نعم. نعم. شيخنا، الحديث الذي ذكرتموه قبل قليل ولا تخن من خانك يستدل به، أنت ذكرتم طرفا من مسألة الظفر بالحق في الأسبوع الماضي، يستدل به من حرم مسألة الظفر بالحق. لو نزيدها توضيحا بس هذه المسألة. نعم صحيح، هذا بالنسبة للمسألة هذه يتعرض لها الفقهاء بعنوان الظفر بالحق، يعني إذا كان عندك حق عند الغير ثم غفل أو نسي أو شيء من هالقبيل، يعني مثلا أنت يعني عندك يعني قد استدين منك، أنت أدنت شخصا آخر مبلغا من المال لنفرض 1000 دينار، وهذا الرجل الذي استدان منك 1000 دينار غفل أو نسي أو شيء من هالقبيل، نعم، فترك عندك أمانة يعني تساوي 1000 دينار أو أقل أو أكثر، فهل يمكنك، هذا السؤال مهم، فهل يمكنك وأنت ظفرت بحقك أن تأخذه، والحال أنك لم تستطع أن تظفر به عن طريق الحاكم عن طريق القضاء؟ نعم، لم تستطع أن تظفر بهذا الحق، فهل تأخذه كرها من صاحبك هذا أو لا؟ أما إذا كان في إمكانية عن طريق القضاء فلا يمكنك أخذ حقك بنفسك، لكن احنا نتحدث عن عدم إمكانية أخذ حقك إلا عن هذه الطريقة. الحقيقة انقسم فيها الفقهاء قسمين: قسم يرى أنه يمكنك أن تأخذ حقك طالما ظفرت به شريطة أن لا يؤدي إلى الربا، إذا اختلفت الأجناس في الربويات كالذهب وفضة وغير ذلك، ويعني وبشرط الثاني أن لا تتهم، إذا اتهمت ما عندكش بينة أنت في دينك هذا، ولا أنك الآن تسترد دينك من هذا الشخص لك ليس لك بينة، وربما يشهد عليك هذا الذي اقتطعت من ماله حقك يشهد عليك بأنك سارق، فتقطع يدك عند وجود الأحكام الشرعية في منطقتك. إذا كان هذا الأمر يعني غير متوفر غير موجود، يمكنك أن تأخذ حقك كما ذكرنا عند بعض الفقهاء. أما إذا كان يؤدي بك إلى التهمة أن تتهم بأنك سارق إلى آخره وليس لك بينة تدحض ذلك، فلا يمكنك أن تفعل ذلك. ثم بعد ذلك يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة، ويعني سئل عن مسألة الظفر بالحق، هل يمكنك أن تأخذ شيئك أو ما يقابله، نعم، بقيمة أو غيرها أو لا؟ فمنع مالك فيما نقل عنه تلاميذه
منع ذلك وقال لا، لا يمكنك أن تأخذ حقك بالحق بنفسك دون الرجوع إلى القضاء. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني حتى رد الخيانة، وهذا يدخل معنا من جحدك حقك فقد خانك، هل تستطيع أن ترد له ذلك أي بخيانة نفسها؟ الإمام مالك لا يرى ذلك، قال هذه خيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك، فمنع الإمام مالك قضية الظفر بالحق، نعم، الذي يؤدي إلى نوع من الخيانة، والله أعلم. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نعود إلى الوديعة. الآن الوديعة يعني هل يضمنها صاحبها إذا ضاعت؟ الأصل فيها الوديعة هي أمانة، والأمانة بجميع أنواعها لا تضمن، هذا الأصل، لكن العلماء قيدوا ذلك بقيدين، وهي عدم التعدي وعدم التفريط. فإذا يعني كانت لديك أمانة لأحد، أي وديعة، الوديعة هي أمانة، فإذا كانت وديعة لأحد عندك ولم تفرط ولم تتعدى ثم ضاعت بسبب آخر، بأن سرقت أو نزل عليها شيء من السماء إلى آخر ذلك، فلا يمكنك أن تضمن، لا يضمنك صاحب الوديعة. لكن في حالة التعدي أو التقصير، ويدخل في ذلك الإهمال إلى غير ذلك، فإنها مضمونة. إذا لم تتعدى ولم تقصر لا تضمن الأمانة، بل إذا ضاعت ضاعت على ذمة صاحبها. ولذلك لابد من الأمثلة. نعم. يعني سنمثل لبعض الأشياء التي فيها تعدي وتقصير حتى يضمنها المودع، أي الذي وضعت عنده الأمانة. أولها يذكر العلماء إذا كنت في سوق أو في متجر أو غير ذلك وأخذت بضاعة تقلبها، فإن أذن لك صاحب المتجر في تقليبها ثم وقعت منك فانكسرت فلا ضمان عليك. أما إذا صاحب المتجر أو السوق أو من هو المسؤول على هذا المحل لم يأذن للزبائن أن يقلبوا هذه البضاعة، لأن بعض المتاجر لا يأذن حتى في مسها، وإنما تقول أريد هذه البضاعة من بعيد، فإذا لم يأذن في مسها ومسها الزبون فحركها فضاعت منه فانكسرت تلفت منه فإنه ضامن. أما إذا أذن لك في ذلك في تقليبها وتحريكها فلا ضمان عليك. مسألة أخرى قريبة من هذا، إذا كانت الوديعة في الأرض موضوعة، نعم، ليست في يدك، ثم سقطت من يدك سلعة أخرى، سقطت على نفس الوديعة فانكسرت الوديعة، أنت ضامن لهذا، لأن الوديعة نفسها هي لم تتحرك، وإنما أنت أسقطت عليها شيئا أتلفها. فهذه المسألة نعم يذكرها الفقهاء، وهي تدخل في الضمان، لأن هذا نوع من التعدي. نعم. طيب شيخنا، متى تضمن الوديعة؟ يعني مثلا يذكر الفقهاء، نريد أن نستفسر، من الإغراء، إغراء المودع غيره على الوديعة، ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ نعم صحيح هذا، لكن عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة تدخل في التعدي كذلك.
وهي نقل الوديعة من مكان إلى مكان لم يؤذن لهذا المودع أن يحركها فيه، فنقلها من مكان إلى مكان، وأثناء النقل حدث إتلاف لها فهو ضامن. نعم، هذه مسألة قبل أن ندخل في قضية الإغراء عليها. نعم، كما ذكرتم يدخل في الضمان أن يغري المودع غيره على هذه الوديعة. لنفرض أن يعني شخص أودعك مبلغا من المال أو سلعة معينة، وكان هناك ظالم أو ظلمة، أو كان هناك بعض السراق أو ما شابههم، وأنت بينت لهم مكان الوديعة، نعم، فسرقوها أو أتلفوها أو اغتصبوها كذلك، لأن الظلمة قد يغصبون هذه الودائع من أصحابها، فإذا حدث ذلك فأنت سبب في تضييع هذه الوديعة وإتلافها، وبالتالي فأنت ضامن بسبب هذا الإغراء. نعم. نعم. الإهمال شيخنا ونسيان الوديعة، يعني ما ضابط الإهمال وما ضابط النسيان؟ نعم، بعض العلماء يقولون في حالة النسيان لا ضمانة، قالوا لأن النسيان لا يتحكم فيه الإنسان، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا بسبب نسيانه. على فرض واحد يعني وضع بجانبك شيئا ما في مكان عام أو خاص أو كذا وأوصاك به، وأنت لتعدد أشغالك وانشغالاتك نعم غفلت عنه فذهبت إلى منزلك أو إلى مكان آخر وتركته نسيانا، بعض العلماء يقولون يضمن. لماذا؟ لأن لا 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 هذا نوع من الإهمال، لو كان يعني جعل كل اهتمامه في الحفاظ على هذه الوديعة ما كان ليتركها دون أن ينقلها معه. لكن ربما الراجح من أقوال العلماء أن الناس غير ضامن، فإذا ضاعت بسبب النسيان فلا ضمان في ذلك لأنه لم يتعد ولم يفرط. نعم نعم. المحاور التي عندي يا شيخنا حول الوديعة، إذا كان عندكم إضافة في مسألة أو تفصيل تفضلوا شيخ. نعم، وكذلك يدخل معنا في مسألة مخالفة أوامر صاحبها، تعتبر هي من قبيل التعدي والتفريط التي تضمن فيها الوديعة. إذا قال لك يعني المودع نعم قال لك نعم لا تفعل كذا مثلا، أقفل عليها قفلا محكما، أو لا تقفل، لأنه المودع أولى بمعرفة الظروف التي تمر بها هذه الودائع، هل القفل أحسن أو عدمه أحسن؟ لأن القفل أحيانا، لأن قد يقول قائل كيف القفل يكون فيه ضمان، لأن القفل أحيانا يغري بعض الناس بفتح هذا القفل، لأنه يقول لابد وأن هناك شيئا ثمينا داخل القفل، أي داخل الباب المقفول. فإذا أوصاك صاحب الأمانة وصاحب الوديعة وقال لك ضعها في مكان مأمون ولا تقفل عليها بقفل، فأنت قفلت، فجاء شخص سارق مثلا وفتح القفل فأنت ضامن. أما إذا أوصاك بالقفل وقال لك لابد أن تقفل عليها وهو أعلم بشيئه منك ومن غيرك، إذا أوصى بالقفل وأنت خالفت ولم تقفل عليها وكان بإمكانك القفل فأنت ضامن. هذه مسائل نعم فيها ضمان كما ذكرنا. المسألة الأخرى هي قضية هو أودع عندك أمانة فأودعتها عند الغير، هو يثق بأمانتك وحفظك
وأنت خالفت ذلك فأودعت هذه الأمانة عند غيرك، وهو قادر على أن يودع أمانته عند هذا الشخص الذي أودعته، فهذا إذن يعتبر تعدياً وتفريطاً يلزم فيه الضمان. كذلك إلا إذا كان استثنى الفقهاء في مسألة الإيداع عند الغير إلا لعذر، كأن كنت مسافراً أو كثر السراق حولك أو الظلمة وما شابههم فأنت أودعتها عند الغير تأميناً لها، والحال أن صاحبها غير موجود. أما إذا كان موجوداً وخفت عليها فالأمر غير ذلك، بل يجب أن ترجعها إليه. نعم نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا، نستعدكم في استقبال بعض المكالمات التواصل اتصال. نعم الأخ محمد من طرابلس، تفضل أخ محمد. أخ محمد أنت على الهواء. الأخ عبد الله من المصراتة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا دكتور وفضيلة الدكتور حمد بن فارس ولسرتي هذه المحطة الجميلة داخلها وخارجها، ولكل مخلص لهذا الوطن الحبيب ولديني. بارك الله فيك سيد عبد الله، تفضلوا. وتلفزيون تحية للمجاهدين العظماء في غزة. اللهم صل على الله أكبر. الناس يتمنون يتوقون إلى السلطة وإلى المناصب وإلى المال، وأنا أقصى طموح عندي أن أكون عبدا لهم، أتمنى أن أكون عبدا، لو يرضوا يأخذوني عبدا لهم لكان فضل كبير منهم علي. رفع الله قدرك يا أستاذ عبد الله. بارك الله فيكم. أستاذ الكريم، أنا من مستفتي الشيخ في موضوع اجتهاد هو. نعم. أنا من حوالي تقريبا 50 سنة، من كان يوم عمري هذا كبرت ممكن واحد أكثر حتى من 50 سنة. نعم. كان عمري يومها يمكن 16-17 سنة، 55 سنة. توفي في قريتنا رجل فاضل. نعم. رجل فاضل جدا، يعني على قدر كبير من الخلق والدين. نعم. فالرجل هذا بدون مرض، بدون أي مرض، لما رجع إلى 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 بيته من صلاة العشاء توفي فجأة. فهذه الوفاة الفجأة لهذا الرجل أثارت عندي الفضول، إني جعلت أن أبيت كل من يتوفى فجأة، أسأل عنه أهله أو قريبين منه، أو إذا كنت أعرفه، إذا كنت لم أعرفه أسأل عنه قريبين منه. فغالبا بنسبة ساحقة تكاد تقترب من نسبة نجاح رسائل العالم الثالث ل 99.9%، أنها أولئك الذين لقيتهم يتوفون فجأة على مدى 55 سنة، أغلبهم على قدر كبير جدا من الخلق والدين. نعم. الله أعلم. أنا كان تفسيري يجيها إن كأن ربنا بيقول إن هؤلاء الناس الذين على خلق ودين ينقلهم الله فجأة من دار الفناء إلى دار البقاء، ليعطينا درسا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا. نعم. في نفس الوقت ليخلفوا حزنا شديدا عليهم ويحصلون على عدد كبير من المصلين واللي يدعو لهم. بارك الله. هذا صحيح او قريب من الصحيح، وبارك الله فيكم ولكم معنا. تسمع تعليق الشيخ ان شاء الله استاذ عبد الله. شكرا. الاخ سليم من المصراته، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله اخونا سليم، اهلا وسهلا. حياك الله دكتور فوزي، وحيا الله شيخنا الفاضل محمد بن مارس. الله يحييك يا اخي سليم، تفضل. الله يحفظكم ويرعاكم. امين. اولا اللهم انصر اخوتنا على الكيان الصهيوني في فلسطين العربيه المحتله. يا رب العالمين، امين. نعم. عندي سؤالات لو سمحت يا دكتور فوزي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالسؤال الاول. في اثناء صلاتي اخبره او ابناه رجل ابكم بالاشاره ان ابوه تم حمله بسياره الاسعاف الى المستشفى، والتفت اليه واسرع في صلاتي بعد التفاته اثناء الصلاه. في اثناء صلاتي اخبره ابكم. ابكم واحد صلي جاء ابكم وابلغه ان ابوه رفع سياره الاسعاف. التفت إليه، هذا يعني ما بفي التفاتة أثناء الصلاة.
هو التفت اليه يعني فقط ما رجليه ما غيرهمش الى جهه القبله، عن جهه القبله. نعم يا شيخ الصفري. نعم. سؤال ثاني. نعم. كان يملك او لديه عدد كبير وكثير من المال وباعه، والان يحتفظ بهذا المال منذ سنه ونصف. المال بلغ النصاب والحول، ولكن عليه ديون، ما هو الاولى؟ ان يسدد ديونه أو يخرج الزكاة من مال الماشية التي باعها؟ وإذا كان هو سلك دينه يا أستاذ سليم، كم يبقى من المال؟ لا مبلغ كبير يا دكتور. تمام تمام. بارك الله فيك ورحمة الله. وإياكم إن شاء الله. الأخ علي من نسمة، تفضل. خير الشيخ، شو حالك؟ مرحبا بك أخ علي، تفضل. شو الأمور باهية؟ الله يبارك فيك، نعم. بالله بالرحمة على الشهداء غزة، من اللهم ارحمهم واغفرهم امين، ونتمنى الشفاء للجرحى والمجاهدين، ربي يعاونهم ان شاء الله، ربي ينصرهم امين يا رب العالمين. ربي يسمع منك يا شهداء اخوي علي، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب. نعم، عندك سؤال خلي ماشي. بارك الله فيك. شكرا يا خالي، شكرا شكرا. الاخ محمد طرابلس، تفضل. السلام عليكم دكتور فوزي. وعليكم السلام اخوي، اهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك يا دكتور فوزي، وبارك الله في قناه التناصح. امين يا رب جميعا ان شاء الله. بارك الله فيك دكتور فوزي. بالله بالله عن طريقك انت يا دكتور فوزي، بينما انا اتواصل مع الشيخ محمد بعجيله الحلقه اللي فاتت، في الكنترول قص علي، خلى الشيخ محمد بعجيله الله يبارك فيه ويحفظه فهمني غلط، ما خلانيش الكنترول نكمل الفكره. ده. فكان يسمع فيا الشيخ محمد بعجاله، ان شاء الله ربي يحفظك يا شيخ محمد بعجاله، بيك محمد بن طرابلس راه الكنترول هو اللي قص علي، ما خلانيش نوصل الفكره. بالله عن طريقك انت يا دكتور فوزي. حاضر حاضر. والله يبارك فيكم، والله يبارك فيكم يا قناه التناصح. تمام باذن الله، يتم التواصل مع الشيخ محمد بعجاله. حاضر. ده. من معي؟ نعم. الاخ عبد الله. شيخ انا عندي سؤال. تفضل يا اخ عبد الله. وعدادة تمام مشكلة. تفضل. عندي سؤال بقول، عندنا هنا انا قاعد في جهاد، عندنا قمامه لباس حجاب. كيف يا عبد الله؟ يا عبد الله سمعنا من الهاتف، سمعنا شو التلفزيون يا عبد الله، تفضل. اي ايوه عبد الله، عاود لي معلش السؤال. نعم. طيب شيخنا الكريم، يعني لا ادري لعلك سمعت السيد عبد الله من مصراته يقول لاحظ انه كثير ممن ماتوا فجأة، واول حادثة صارت قال وهو عمره 15 سنة، يعني اثارت عندي فضول ان اسأل عن الناس الذين يموتون فجأة، فوجدت أن عدد كبيرا منهم يعني كان على قدر كبير من الخلق والدين، وقال اجتهاده أداه إلى أن كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذهم يعني بسرعة من دار الفناء إلى دار البقاء، وحتى يعني يحزن عليهم الكثير من الناس، وبالتالي يدعون لهم دعاء كثيرا. يقول هل هذا الاجتهاد مني يعني صواب أم لا؟ اولا يعني عندي انا جواب لسؤال في الحلقه في قناه التناصح الحلقه الماضيه. نعم. غلطت في جوابي عن هذا السؤال. نعم. لا اعلم من هو صاحب سيتاني، لكن السؤال اضبطه. نعم. يعني سالني عن قضيه سجود السهو، هل له من تشهد او لا؟ نعم. وهل يسلم منه أو لا؟ نعم. فقلت له هو ما التشهد نعم موجود، وحقيقة هو سنة وليس فرضا التشهد في 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 سجود السهو. نعم. وأما حكاية السلام، نعم، فقد غلطت فقلت له مندوب. نعم. لا، هو حقيقة الأمر عند المالكية واجب غير شرط، بمعنى أن من ترك السلام وهو قادر على التسليم
فهو ترك واجبا، معناه أن عليه إثم، أن عليه إثما، ولكن الصلاة لا تبطل. إذن الأحسن أن يسلم حتى لا يقع في الحرج ولا في الإثم، لأن حكم السلام في سجود السهو وهو السجود البعدي، أما السجود القبلي فهو داخل في الصلاة، فلا بد من التسليم منه لا قطعا. أما بعد السلام، إذا كان السجود بعد السلام فأيضا يجب أن يسلم منه صاحبه، فإذا لم يفعل فقد ارتكب إثما، أما صلاته من حيث الصحة وعدمها فهي صلاته صحيحة. وإذا أريد أن أنبه على قضية الخطأ الذي وقعت فيه، أنا قلت له إن السجود السهو السلام منه يعني مستحب، لا بل هو واجب، فأعتذر عن ذلك قبل أن أجيب. بارك الله فيك شيخنا ورفع الله قدركم إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله، جزاك الله خير يا رب العالم. نعم، عندنا بالنسبة للشخص الذي ذكر أن الموت الفجاء، نعم تدل حسب نظره أو حسب تجربته على أن أصحابها يعني كأنه لهم مرتبة معينة، أنا لا أعرف ذلك. الموت الفجأة لا تدل لا على القدر الرفيع ولا على القدر الوضيع، فتأتي للأشخاص أحيانا الذين يعني يحبهم الله سبحانه وتعالى فيقبضهم إليه، وتأتي لأناس آخرين يعني يعني عصاه فيقبضهم فجأة. وقد وردت بعض الأحاديث على أن الموت الفجأة أحيانا ينتقم الله سبحانه وتعالى بها من صاحبها، فليس بالضرورة أن يكونوا في رفعة من الأمر ولهم منزلة خاصة، قد تكون نعم وقد لا تكون. فالمسألة تعتمد على أمر عند الله سبحانه وتعالى ولا دخل للناس فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. الأخ سليم من المصراتة عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: شخص في أثناء صلاته أخبره شخص أبكم لأن قريبا له، هو ذكر أباه، قد نقل في سيارة المستشفى، قال يعني التفت إليه، أنا سألته إن كان التفت بالكلية بحيث قدماه يعني انتقلت عن القبلة أم لا، لم يجب. يعني حكم الالتفات شيخنا في الصلاة، وأكمل صلاته طبعا. قال نعم هذه صلاته صحيحة، أم إذا لم يتكلم ولم يفعل شيئا ما بل أنصت إليه قليلا حتى فهم القصة، هذه نص عليها فقهاؤنا وقالوا لا بأس بها، لا تأثير لها على صلاته، والله لا. أعلم. بارك الله فيك. اتصال من معي؟ الأخ صلاح من العجلات، تفضل. الشيخ فوزي، مرحب بك أخ صلاح، تفضل. السلام عليكم الشيخ فوزي. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء أخ صلاح. بارك الله فيك، نشكرك على البرنامج الطيب يا شيخ فوزي. بارك الله فيك أخ صلاح، تفضلوا. نشكر الشيخ الحمزة أبو فارس وصالة التناصح العاملين فيه. بارك الله فيك، تفضل أخ صلاح إذا كان عندك سؤال. بارك الله يتعليك، أسأل الله العظيم أن ينصر أهلنا في غزة إن شاء الله، تثبت أقدامهم ويحفظ صفوفهم إن شاء الله. آمين آمين. وأن يهلك هؤلاء الصهاينة المجرمين إن شاء الله، أجعل كيدهم في نحرهم وأجعل تدبيرهم في هلاكهم يا رب. آمين آمين. سؤالي يا شيخ فوزي، أنا طبعا كنا مسافرين داهي، نعم، وصلينا صلاة قصر، نعم، وأنا طبعا كنا نصلي في صلاة العشاء، ودخل معنا واحد صلى معنا صلاة المغرب، بنية صلاة المغرب، وما ندريش علينا وما سحبناش نصلي في قصر، نعم، وفي نفس الوقت لما وصلنا مكاننا جمعنا وقصرنا يعني. يعني زي ما تقول نجم صلاة العصر مع الظهر ونجم في المغرب والعشاء مع بعض ونقصر، وهل هذا جائز ولا غير جائز؟ بارك الله فيك. أنتوا في معلش يا أخ صلاح، أنتوا في أثناء السفر كنتوا تقصروا وتجمعوا يعني في طيلة إقامتكم في المكان اللي أنتوا فيه؟ أيوة نقصر ونجمع. قداش قعدتوا الوقت يا صلاح؟ قعدنا يومين تقريبا. يومين.
تجمعوا في المكان اللي انتم نازلين فيه تجمعوا تخسروا. نجمعوا نخسر في نفس الوقت. نعم نعم نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. واحد صلينا أثناء صلاة العشاء دخل معنا فيها هو صلى معنا المغرب. طيب. قالوا له في واحدين يقولوا له جايز واحدين يقولوا له غير جايز. تمام بدنا نسمع الإجابة إن شاء الله أخ صلاح. نعم. الأخ أحمد من صلاته تفضل. السلام عليكم يا شيخ فوزي. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. حياك الله وحيا الشيخ حمزة. حياك الله أخوي تفضل. نبي نبعث تحية كبار وإجلال وعزة لأحفاد الأحفاد الياسين أحفاد الرنتيسي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرهم والله. آمين يا رب. آمين آمين, آمين. ونبي نبعث لعنات على السيسي وعلى ابن سلمان وعلى ابن زيد لعنة الله عليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلكهم عاجل غير آجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلكهم عاجل غير آجل. نسأل الله أن يورينا فيهم يوم أسود. آمين. نسأل الله أن يتقبل الشيخ نادر العمراني وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا أخ أحمد. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم الشهيد من بنغازي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك يا شيخ فوزي ان شاء الله في ميزانة حسناتكم يا رب. امين امين امين. تفضلي. الشيخ فارس السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اختي ام الشهيد. ربي يحفظكم يا باتي يرعاكم ان شاء الله يا رب. امين جميعا يا رب. جميعا يمي جميعا ان شاء الله. الشيخ شيخنا يرحم الشيخ نادر العمراني. امين امين يا ربي. امين يا ربي. قلت لك عرفت ربي ينصر اخواننا في غزه وربي ينصرهم ان شاء الله فرج كربهم يا ربي. امين يا رب. امين امين. انا الاغادي حتى اعرف غزه كيف قنفوده راهي واضحه كيف قنفوده بالضبط. نعم ايوه. انا بك توصل الرساله هذه العرب بنغازي اللي يديروا في مظاهره يحيوا في فلسطين لا شيء مسكرين واللي يجي غادي كله يقتلوا خلاص. نعم نعم اختي مسيه بارك الله فيك. مبصرين مع عرب درنا راه اللي جن العين يجن حاجات راه رايحين في حائل عرب درنا ان شاء الله. بارك الله فيك يا اختي مسيه. صحيح. شكرا شكرا. سلام يا بارك الله فيك. شكرا. نعم. الاخ محمد من طرابلس تفضل يا اخ محمد. اهلين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خير يا شيخ عبد الله. تفضل يا اخ محمد. يا شيخ عبد الله بالله نعم. طيب قطع تواصل. نعم. شيخنا الأخ سليم أيضا مصراته يقول شخص كان عنده عدد كبير من الضأن ثم باعه وعنده مال وعليه دين، هل يؤدي الدين أم يؤدي الزكاة؟ لا هو إذا كان الزكاة هذه وصل حولها قبل أن يحل وقت الدين هي لابد من أن يخرج الزكاة بطبيعة الحال. أما إذا كان الزكاة وقتها ما زال وحل أجل الدين فلابد من إخراج الدين هو الأول أن يدفعه لصاحبه ثم بعد ذلك ننظر إن بقي ما علي ما فيه زكاة نزكي وإلا فلا. نعم بارك الله فيكم. الأخ صلاح من العجلات عنده أيضا سؤالان يقول كنا مسافرين وصلينا قصرا، قال كنا نصلي العشاء في القصر ودخل معنا شخص آخر وكان يظننا أنه نصلي المغرب يعني لأنه جمع المغرب والعشاء، قال صلى معنا المغرب، يعني هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ الذي فهمت منه أنه صلى هذا الذي دخل معهم صلى المغرب وراء صلاتهم للعشاء. نعم هكذا هو. هذه القضية قال هو بعض نعم قال بعض الناس قالوا صحيحة وبعضهم قالوا باطلة وهذا الكلام صحيح. نعم هذه اختلفت فيها المذاهب. أما عند المالكية فالصلاة باطلة لا بد من إعادتها، وأما عند غيرهم
يجوز أن تصلي المغرب وراء العشاء، نعم، فلا يعني لا تبطل الصلاة على هذا القول، ولذلك ما أجابه به بعض الناس، نعم، وفقا لبعض المذاهب صحيح تماما. بارك الله فيك. قال أيضا هو في أثناء سفرهم بقوا في مكان الذي ذهبوا إليه يومين، قال كنا نجمع الصلاة المشتركة الوقت اللي هي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت إحداهما، ونصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت إحداهما، هل ما كنا نفعله صحيح؟ كلا، بالنسبة عند المالكية القصر تمام، طالما ما فاتتش الإقامة متاعهم 4 أيام أي 20 صلاة، هذا نعم صحيح الكلام الذي يفعلونه. لكن بالنسبة للجمع عند المالكية متى يجمعوا؟ في حالة السفر. أما إذا كانوا مقيمين في مكان معين ومطمئنين، نعم لا جمع، وإنما تصلى الصلوات في أوقاتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. في اتصال من، نعم، من معنا؟ محمد. من الأخ محمد المصراتة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا السلام عليكم شيخ؟ تفضل يا محمد، تفضل. قلت لك أريد أن نسلسل الشيخ عن ما حكم شخص صلى صلاة الظهر، نعم، صلى صلاة الظهر، نعم، وهي هي صح في الأمس ولكنه صلاها اليوم وهو صلاها مع جماعة، هل صلاة صحيحة أم خاطئة؟ هو صلاة الظهر أمس ما صلاهاش وصلاها وراء جماعة يصلوا في الظهر اليوم. إيه هيك. إيه تمام. قصدي ما حكمه صحيحة أم خاطئة؟ بإذن الله أسمع الإجابة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بإذن الله. شيخنا يقول حكم واحد نسي صلاة الظهر الأمس وصلاها خلف من يصلي الظهر اليوم، فما حكم صلاته؟ هذه ما تنفعش عند المالكية. لا بد من اتحاد الصلاة واتحاد اليوم كذلك. تمام. فمن صلى ظهر الجمعة وراء شخص يصلي ظهر السبت فلا تنفعه. لكن إذا كان، أنا فهمت منه فهم آخر، نعم، إذا كان هم جماعة ونسوا هذه الصلاة في اليوم الماضي واجتمعوا مرة أخرى اليوم وصلوها جماعة هذا الظهر الذي تركوه أمس، يجوز ذلك وصلاتهم صحيحة. إذن لابد من اتحاد الصلاة نفسها في عينها وفي يومها. نعم، نعم. بارك الله فيك. عند المالكية إذا كان اختل هذا الشرط لا تصلح. نعم. بارك الله فيكم. نعم. الأخ عبد الحكيم. الأخ عبد الحكيم من مصراتة. نعم. مرحبا يا شيخ، في حالك؟ تفضل يا أخ عبد الحكيم، مرحب بك. نبي نسألك على موضوع يا شيخ. نعم تفضل. أنا عندي نخدم على سيارة كبيرة وهم مروح من مصراتة من زيتهم. نعم. هم أنا ماشي دورة واحد خش فيه وحدين من الطريق الثانية، خش يعني جاي من الطريق المقابل وخش فيك هو، يعني هو ما خش فيه في الأول وخش فيه وحدين يعني ضربه من سيارته. إيه أنا ماشي في حالي، هم بعدين هو سيارته جاي قدامي، هم بعدين هو توفى، أنا ماشي في طريقه يعني. نعم يعني خبطت نفسي على اليساري وبعدين ندف جاي جاي قدام سيارتي. المهم هو الراجل توفى الله يرحمه. جاي قدام انت اصطنت يا عبد الله ولا يا عبد الحكيم ولا ما اصطنتاش؟ كيف يا شيخ؟ هو جاي من طريق المقابل وضرب ناس على يدك على يعني يمينك انت، وبعدين جاي قدامك في السياره وانت اصطنت يعني. لا انا ما اصطنتاش، انا ضربت. هو جاي لعند سيارتي يعني. نعم نعم. انا ماشي في الطريق مروح المطرات، هو خبط جيت وحدين ضربهم الزوج، وبعدين سيارتي اندفرت جت قدام سيارتي. وتوفى من اثر الصدمه بتاع سيارتك انت يعني؟
ايه هو توفى يعني، انا جيت نزلت لقيت مقروف في الراجل. نعم باب نسمع الاجابه ان شاء الله. هو في ترى يا شيخ نبدا نسال سؤالنا، يصيم عليه شهرين والله ما يصيم. بدنا نسمع الاجابه ان شاء الله. الاخ رضا من طرابلس اخر متصل، ايه تفضل. مرحبا بك يا رضا، تفضل. بالله بنفس السؤال عن هل الان سنه ولا فرض في محطات التلفزيون؟ هل؟ في محطات الاذاعات. نعم. زي ليبيا الاحرار، زي طايف. خيرها؟ ما يجيبوش في الندم. ما يجيبوش في الصلاه. تمام. المفروض يجيبوش في الصلاه، لا. صحيح المفروض والله. كل لا 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 شيخنا سلم عليه، وهو في مرات يعطي في هذه يوم الجمعه في ليله الحرام خصه ينبههم ان شاء الله الشيخ باذن الله، اذا كان ما يجيبوش الاذان ينبههم الشيخ باذن الله. شكرا يا رضا بارك الله فيك. شيخ نرجع للاخ عبد الحكيم مصراته، يقول كان راجع في طريق عودته من مصراته من زيتن الى مصراته، قال بأن جت سيارة من جهة المقابلة، ويعني جت في الطريق العكسية واصطدم بناس على يمين الطريق، ثم جت جاي قدام سيارتي بالضبط، يعني قال ما اصطدمتهاش، هو اللي اصطدمني يعني، ونزل لقيته متوفى. يعني هل عليه صيام أم لا؟ هي تعتمد إذا كان هو يعني كان ملتزما بالشروط المرورية بجميع أنواعها، سيارته كاملة ما فيهاش أي نقص، والشخص هذا هو الذي أتى إليه وبسبب صدمته لسيارته توفي هذا الذي دخل من الطريق الثاني، نعم، وسرعته قانونية عادية، فليس عليه شيء، لا صيام ولا غيره. نعم، لكن إذا كان عنده خلل معين في أوراقه والله في غيرها، فيعتبر هو مشاركا ولو بقسط قليل من هذا الأمر، فيجب عليه صيام شهرين متتابعين زيادة على الدية. نعم، بارك الله فيكم الشيخ الكريم وأحسن الله إليكم. شيخ دكتور حمزة أبو فارس عضو مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء الليبية، شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر لكم موصول أيها الأفاضل على طيب متابعتكم، حتى نلتقيكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.